ليش عرفت؟ زي جديدة احنا الثانيين في هاللي بينا قاعد الناس سمح لنا احنا الثانيين مرة ما قدرت معنا زي جديدة بقى. يلا الله يدينا فيها، الله يكتب لنا التوفيق لينا وجميع المسلمين. المال يا ابني الله يسهل الله يسهل الامور. هذا اللي كان يتابعوا معنا، احنا نعطيكم بعض اللقطات ما اي حاجة درناها ان شاء الله نشوفها بعد مقطع صغير. هلا كتخلص وراك الف شي جبلها قسمه الحوت خلاص جيت وانا اعطيك انت اللي وين تصبخ كما كتساوي معنا. درنا فرشة النظافة، درنا فرشة النظافة كاملة. دابا ان شاء الله ربي كننزلو الحديد، باش غنزلو الحديد لونغرينات. عندنا دوبل سيناج او دوبل لونغرين كاملين، عندنا السيناج الفوق والسيناج التحت ولونغرينات الفوق ولونغرينات التحت. دابا ان شاء الله ربي غنضربو السيناجات ولونغرينات ديال الاوليين، نعدلوا الكفرات ديالهم كاملين، وغادي نكون ان شاء الله يا ربي وغادي نشاركوا معكم حتى هو. خليكم تتابعوا معنا، نعطيكم جميع التفاصيل. الاخوان ديالنا كما قلنا لكم ان شاء الله يا ربي نعطيكم بالتفاصيل. هادو السيناجات ديال الدوره، عندنا 10 على 12 هما قبلتكم، 10 على 12. بالنسبه للسميلات 12 على 12. هادو اللونغرينات الوسطى هما فيهم 10 على 12. السواري او القرارج هاو مقبلتكم، thank you.
احمد الحاج اللي كتسولني عليه دائما، ها هو فين؟ هو هنا يا خدام. كيقول لي فين احمد؟ ها هو احمد خدام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان ديالنا، نهاركم مبروك وعرسكم مبروكة. نتمنى من الله تكونوا كاملين على خير وبخير وبصحة جيدة رب العالمين. الإخوان ديالنا نشاركوا معكم إن شاء الله الفيديو هذا، ونتمنى من الله تكونوا كاملين على خير وبخير وبصحة جيدة. نشكر جميع الناس اللي كيتابعوني داخل الوطن وخارج الوطن، نشكرهم جميعا، كاع جميع الناس اللي عملوا الثقة ديالهم فينا وسولونا، نشكرهم. الإخوان ديالنا كما كتشوفوا معنا عملوا دار الارض ان شاء الله يا ربي، هي كتشوف عندنا كامل الحديد ديالها منزل، نزلنا الحديد ديالها ضربناها بالبلوكاج جا وقبلتكم. هذه قطعه ديال 100 متر 10 على 10، نعطيكم المعلومات ديالها كامله شنو فيها هنايا. الحمد لله ان شاء الله يا ربي دابا كما كتشوفوا معنا الدراري هما كيخلطوا العجله. Thank you.
الاخوان ديالنا كما تبعتوا معنا، حنا عمرنا لونغريناس والسينا جات كاملين، دابا بدينا في الرجله، تبقى الرجله ان شاء الله يا ربي كما كتبعنا. الامور كامله غدا مزيانه، جا السيد المهندس عطانا الموافقه ودوز على هاد الشيء هذا، الحمد لله كلشي مزيان. هادشي اللي كنتمناه من الله دائما. معلم محمد هو كيطلق الرجله هنايا. هاد الدري تبارك الله عليه هما غاديين، واخا كاين شويه ديال شويه صراحه كاين شويه ديال البروده، ما كاينش صوت الريح شي حاجه، واخا كيلقيله كاين شويه ديال الريح. الحمد لله الامور كامله مزيان، وتابعوا معنا حنا نعطيكم تسالي ان شاء الله. هذه دار الارض ديال قطعه 100 متر، درناها بطريقة تقليدية من بعد الدار ان شاء الله غادي نشتغل معكم. لابد تكون بالبومبا، الا هاد طبلة الارض سالناها باليد تكون سهلة صراحة. بعد ما مي تصدري ياكلو طريف الخبز عاود هنايا حواشر هادي. هذا الشيء اللي كاين اخوان، تابعوا معنا. الاخوان ديالنا كما كتابعوا معنا، حنا القرابة ديالنا تسالات ان شاء الله يا ربي، كنتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا وتحسن الدم ديال الجميع. كنشكر جميع الناس اللي كيتابعوني داخل الوطن وخارج الوطن. ها هي الضاله ديالنا سريناها، الحمد لله كلشي داز مزيان. هذا اللي كاين الاخوان ديالنا، تابعوا معنا.